المسؤولة عن هذا؟ كيف أتعامل مع شخص عنده شو المتوقع من الأرواح اللي موجودة في هذا الموضوع؟ الشذوذ الوراثي، لو أنا اكتشفت موضوع وراثة نتيجة سحر أو نتيجة قتل في الأسرة بسبب حدث زاني أو عبادة أو تماثيل أو طقوس أو بسبب أعمال حدا قدم ذبائح دم، كل شيء فيه دم، وأنا شاعر أنه هذا الموضوع لعنة متناقلة عبر الأجيال امتدت من سنين لسنين ووصلت إلى أولادي، لكن أنا شايف أنه هذه موجودة بالعائلة، موجودة بالأسرة. لازم تفكر في وجود عهد عمل بالدم، عهد عمل بالدم. السحر هو عهد عمل بالدم. عادة هؤلاء الأشخاص تجد في حياتهم كثير من المشاكل، فقدان، حوادث، موت مبكر في الأطفال، موت مبكر للأسرة، للأقارب. لما تشوف أنه في موت كثير في الأسرة، صدمات بسبب تعرضهم للاغتصاب في مرحلة من مراحل عمرية مبكرة، دائما اغتصاب بالأسرة، دائما في إشي يخص النجاسة والشذوذ، دائما في اغتصاب بالطفولة. وأكثر إشي لو أجا ابنك أو بنتك وقال لك أنا عم بغتصب من أشخاص أو من شياطين أثناء الأحلام، طب بس تسمع هذه الكلمة اغتصاب أثناء الأحلام، امرأة تغتصب امرأة، رجل يغتصب رجل في الأحلام، أعرف أنه في الجنريشنز، في العائلة، في خط الدم، في وجود لناس شاذين ماتوا وهم ما زالوا في تحت تأثير أرواح النجاسة. الروح المسؤول هنا هو روح التخريب اللي خرب الجسد، قلنا يلصق فيك أشياء. وجود شخص مقتول بالأسرة نتيجة للاغتصاب الجنسي أو امرأة قتلت نتيجة اغتصاب جنسي أو شذوذ، هذا باب كبير للعنة ليجي من خلاله هذا الموضوع. تجد أغلب أعضاء الأسرة لديهم ميول شاذ إلا إذا تحرروا بقوة دم الرب يسوع. الروح الثاني المسؤول عن هذا الموضوع هو روح الشهوة. الشهوة دائما مرتبط بروح إيزابل. لما تكون روح الشهوة موجودة في شخص، اتبع لهذا الكلام، يجلس معك في البيت، يعني عندي روميت، يعني أنا طلعت في مشوار روحي وشاركت شخص في نفس البيت، في نفس أوضة النوم، نمت جانب شخص أو امرأة جانب امرأة أو رجل جانب رجل أو رجل كبير مع طفل في نفس المكان، لكن هذا الرجل الكبير أو الشخص اللي نام في نفسه شاركني نفس المنزل، شاركني نفس الأوضة النوم، عنده مشكلة، عنده شذوذ، عنده روح شهوة جنسية حتى لو أحد الزوجين. شو يحصل؟ روح الشهوة مع روح إيزابل يبتدي يخلق أجواء من الرغبة الجنسية الشاذة، ينتقل عن طريق الأماكن، ينتقل عن طريق المخالطة، ينتقل عن طريق وجودي بنفس المكان مع نفس الشخص اللي هو عنده هذا الموضوع، فتلاقيني دائما أميل للوجود في هذا المكان. ليه؟ لأن روح الشذوذ أقوى من باقي الأرواح. روح الشذوذ مع الشهوة مع إيزابل، تلاقي هم الثلاثة دائما يخلوني ألجأ لهذا المكان، لأن صار عندي بهذا السرير أو هذه الغرفة أو هذا المكان صار انتقال لهذا النوع من الأرواح. إذن لازم أنتبه، لو أنا طلعت في جامعة، لو أنا طلعت سفرة، لو أنا طلعت في مكان وعرفت أن الشخص اللي معي في نفس المكان عنده هذا الموضوع وما عندي حل، لازم أفصل بيني وبينه من خلال دم المسيح. أي غياب، متزوجة غير متزوجة، النساء اللي يتعرضون للخيانة الزوجية والرفض، كل هذا يفتح أبواب للشذوذ الجنسي. الرفض هو الروح الثالث اللي موجود واللي يعمل أكثر بهذا الموضوع. روح الرفض، الرفض الأسري، الرفض بسبب الشكل، الرفض المتناقل عن طريق الأسرة. لازم أنتبه لو في رفض، زوج رفض زوجته، زوجة رفض إذا فضلت عليه شخص أو هو فضل عليها امرأة، دائرة حمراء، يروح الشذوذ يتحرك بهذا الموضوع. لعنة بالأسرة من قبل الأجداد، يتم تنشيط. لو أنا تعرضت وفي لعنة بالأسرة يتم تنشيط، عارف روح الرفض يتنشط
بسبب اللعنه، بسبب ارواح اخرى، يحصل عنده نشاط وحركه، يبتدي ينشط هذا الروح ويفتح امامي الزنا والشهوه والشذوذ الجنسي. الشهوه المتوارثه من شخص قائد في الاسره، قائد في العائله، واحد من اجدادي عنده سلطه ولكن عنده شذوذ، ينتقل هذا الموضوع، يجلب معه أول شيء، أول خطوة يجي روح الشهوة، روح إيزابل، وبعدين يجي روح الرفض، وتلاقي هذا الشخص المر اللي عنده روح الرفض عنده غضب، عنده حركات وجود روح الأفعى، روح الحية، ويجي لوسيفر بسبب السحر ويربط كل هذه الأشياء، عهد الدم أو العهد اللي اتعمل في مرحلة من المراحل بسبب الأسرة أو بسبب العلاقة الأخيرة. طب كيف تحرر من قوة الشذوذ وأرواح الشهوة؟ خلونا مع بعض الآن في نهاية الدرس نصلي الصلوات اللي تحررنا من هذا الموضوع بالكامل. صلي قدامك كيف تحرر من قوة الشذوذ، أرواح الشهوة، الرفض، لعنة الأجيال، إيزابل، الروح المخرب اللي حكينا عنه من دقائق، وكل أرواح النجاسة المرتبطة بالجسد. كيف تتحرر من هذه الأشياء بقوة وسلطان اسم الرب يسوع؟ الآن ابتدي صلي معي. لو أنت عندك هذه الأشياء ابتدي ردد كلمات، بس اطلقها بالإيمان، لا مجرد تردد كلمات وانت مش فاهم، رددها بالإيمان. كل الأمور النجسة والانحرافات والشذوذ اللي حصل بحياتي بالماضي لغاية هاي اللحظة اللي انت عم تسمعني فيها، كل النجاسة، انحراف، شذوذ، نجاسة، انحراف، شذوذ اللي حصل بحياتك بالماضي، مع كل الانحرافات في الأسرة من جهة الأم والأب والزوج والزوجة، كل الانحرافات في الأسرة من زنا وشذوذ، أنا آجي بكامل إيماني إلى الرب يسوع، أقدم توبة حقيقية وندم أمام الرب عن كل ما حصل بحياتي بالكامل، وأقف بالثغرة، أقف بالثغرة لأجل أسرتي عبر خط الدم، وألغي كل اتفاق مع الأرواح الشريرة والسحر والعرافة وعهود الدم، وخصوصا مع روح إيزابل وروح الشهوة وكل عهود دم وقتل ورفض حصل بالماضي في أسرتي، أنا ألغي بالكامل، ألغي جميع اللعنات والعهود والاتفاقات والأسحار التي تمت مع العدو بقوة، بقوة دم الرب يسوع. سامحني يا رب مع كل أفراد أسرتي، كذلك ألغي جميع الأمراض التي دخلت في جسدي خصوصا الإيدز، ألغي جميع الأمراض اللي دخلت في جسدي بسبب الاتفاق مع روح إيزابل، ألغي جميع الحقوق القانونية والشرعية وأمرها بالخروج الآن من جسدي بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. رح أترك هذه الشاشة شوي أمامك، صليها وأصرخ للرب لو أنت فعلا بدك تتحرر من كل إظهارات وما رمي على جسدك وكل خدعة وكل أمر دخل إلى حياتك وكل عبادة للأصنام وكل شيء مخالف للطبيعة، كل شيء يجذب عيونك، كل شيء يخليك روح الشهوة مسيطر عليك، ردد هذه الكلمات وشوف قدامك، انتهى الروح الشذوذ، انتهى الروح الشهوة، انتهى الروح الرفض، سامح عائلتك على كل رفض عملوه بحياتك، سامح أي إنسان اغتصبك أو اعتدى عليك في مرحلة الطفولة، إلغي كل حق قانوني، إلغي كل عهد دم، تعامل مع إيزابل، تعامل مع روح الشهوة، تعامل مع المدمر والمخرب اللي خرب لك جسدك، تعامل معها الآن. كل أرواح نجاسة مرتبطة بالجسد إلغيها الآن باسم يسوع. كل انحراف سميه انحراف، كل انحراف، لو أنت أب أو زوج أو أنت أم أو زوجة وعندك هاي الرغبة المنحرفة الآن، اكسر هذا الموضوع، وقفوا وقفوا
وقفوا باب للمرض، باب لإهانة الجسد، وقفوا الآن، تب عنه. كل انحرافات في الأسرة من زنا، شذوذ، قدم توبة، اصرخ للرب من قلبك، قدم توبة عن هذا الموضوع. لا تقبل أنك تبقى تحت تأثيرات أرواح نجسة، أرواح انحراف. أنت ابن للرب، أنت بنت للرب. لو أنت خادم في كنيسة، عندك منصب، عندك مكانة، الآن انكسر هذا الموضوع. لا تكون زي لوط، تعذب نفسك البارة بالأفعال الأثيمة، تعذب من حولك، تفتح باب على الكنيسة للغضب. سدوم وعمورة اتفتح باب من نار وكبريت، اشتعل المكان. لازم روحك تشتعل بالروح القدس مش بالشهوات. الغي جميع اللعن مهما كانت اللعنه، صار قتل بالعائله، صار زنا بالعائله، صار شذوذ بالعائله، صار سحر بالعائله، صار موقف بالعائله انت عارفه او مش عارفه، ارجع للماضي، ارجع للعائله. اي اتفاق، اي اتفاق حصل، اي اتفاق حصل بالسحر الغيه الان. عندك سلطه في كلامك، قل انا بلغيه، انا الغي جميع اللعنات والعهود والاتفاقات والاسحار التي تمت مع العدو، ألغيها مهما كان السبب، مهما كان التاريخ، مهما كان الوقت، مهما كان الجيل اللي عملت فيه، أنا ألغيها الآن بقوة دم الرب يسوع. اطلب غفران، اطلب غفران الآن، قب الثغرة، مش غفران حتى الناس اللي ماتوا يروحوا للملكوت، لا، انتهى الموضوع، لكن اطلب غفران من تأثيرات هذا الموضوع على حياتك. قل للشيطان الآن أنا بأمرك أنك تطلقني، وبأمرك أنه مصيري مش راح يكون بإيدك. وأطلب الآن وأمر العدو، قل له أنا أرفض وجودك بحياتي، وأنا أرفض تبعيتك، وألغي أي نذور أو عهد سابق من أسرتي يربطني بك باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. قل للعدو أطلقني، قل له أنا بأمرك الآن تشيل إيدك، بأمرك ما ترجع تغتصبني بالأحلام، بأمرك ما يكون عندك أي سلطان على حياتي بأي شكل من الأشكال. بأمرك، أمر الآن، عندك سلطان استخدم سلطانك. قل له للعدو اطلقني من يدك، أنا بأمرك تشيل إيدك، أنا بأمرك تشيل إيدك من مصيري، أنا بأمر الآن كل روح رفض انه ينكسر بحياتي. انا بتبع يسوع، انا ملك ليسوع، انا بكسر كل عهود وكل حق شرعي وقانوني اتخذ على اسرتي ووصل الي، انا بكسره الان باسم الرب يسوع. كل ما يربطني فيك من ارواح نجاسه انا بكسرها باسم الرب يسوع. الان باسم يسوع وانت بتسمعني اطلب من الروح القدس ان يمسحك ويملأك ويحررك الان بالكامل. باسم يسوع الآن كل شخص عنده هذا الموضوع أنا أأمر أنه ينزل نار الرب على هذا الموضوع، نار الرب تنزل على كل الأرواح النجسة المتواجدة في الجسد لأجل إثارة روح الشهوة باسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري. نار الرب تنزل على أرواح الشهوة، أرواح الشذوذ الآن بالكامل بقوة سلطان اسم الرب يسوع. آمين آمين آمين. مجدًا للرب. إلهنا صالح، درس شوي دسم.